بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة التعريفية الخاصة بكورس EWS Cloud Security Foundations أو EWS CSF. إن شاء الله المحاضرة دي هي يعني هنعرف فيها مع بعض بإذن الله هو إيه الكورس، بيتكلم عن إيه، محتوياته إيه بالتفصيل. وإن شاء الله زي ما حضراتكم عارفين هيكون فيه يعني زي نقدر ما نقدرش نقول يعني اختبار أو امتحان، قد ما هو يعني بيبقى تيست فور نوليدج. إن شاء الله هيكون برضو متاح على الـ LMS، تمام، أو على الموديل أو على المنصة التعليمية، بالإضافة إلى طبعا المحاضرة وتسجيل المحاضرة وهكذا. ده في الحقيقة يعني مقدمة كده عن إن شاء الله يعني المحاضر اللي هيكون معاكم بإذن الله في الكورس اللي هو العبد الفقير لله. ويعني إن شاء الله هنحاول بإذن الله هنغطي بإذن الله كل التوبكس اللي هنتكلم عليها. أولا أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي إبراهيم جمعة، أنا assistant professor في يعني المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات، وبالإضافة إلى طبعا أحد أعضاء جامعة الجامعة الذكية، وطبعا يشرفني هذا. أنا بفضل الله عندي العديد من الشهادات الدولية، أكبر الشركات زي ما حضراتكم شايفين من سيسكو وأمازون وهواوي وفي ام واي وفورتينات ولينكس ومايكروسوفت، بالإضافة طبعا إلى النشاط الأكاديمي إن شاء الله. فبإذن الله هكون معاكم خلال الكورس إن شاء الله. طيب، هو الكورس ده يعني إيه الغرض منه؟ يعني هنتعلم فيه إيه بالظبط؟ في الحقيقة الكورس ده يا جماعة بيتارجت إن حضرتك اولا تتعلم ايه هي الكلاود، ايه هي السحابه الالكترونيه اللي عاملين نتكلم عليها دي، وهي يعني ايه كلاود كومبيوتنج اصلا، بالاضافه الى فاندمنتالز او نوليدج او معرفه ازاي حضرتك تسكيور السيرفيسز او تبقى الكونتنت بتاعك امن على الكلاود. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ممكن تسمعوا على الكلام ده كويس جدا، ان احنا بمجرد ما نقول كلاود كومبيوتينج طبعا كل او اول حاجه هتيجي في دماغ حضرتك هي طب ازاي انا اكون امن على الكونتنت بتاعي وهو موجود على الكلاود. علشان كده ان شاء الله الكورس ده هنشوف فيه ازاي حضرتك تسكيور الكونتنت موجود على الكلاود، وطبعا الكلام ده ان شاء الله هيبقى يعني من وجهه نظر اي دبليو اس او من وجهه نظر طبعا امازون. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين امازون من اكبر، ما كانتش اكبر بابليك كلاود موجود على مستوى العالم، تمام. طبعا في يعني في شركات تانية زي مايكروسوفت زي جوجل زي شركات تانية كتير عندهم برضه بابليك كلاود، بس لو يعني جينا بصينا للرانكينج العالمي هنلاقي امازون طبعا من اكبر الشركات اللي بتقدم بابليك كلاود والسيرفيس الموجود عليها. هنعرف ايه هي الاي دبليو اس وايه فكره الاي دبليو اس اللي المفروض عملتها امازون من خلال برضه الكورس، ومنه ان شاء الله هنبدا بقى نكمل ازاي بقى نسكيور الكونتنت بتاعتنا وايه هي السيرفيسز الخاصه بالسكيورتي المقدمه على اي دبليو اس او عامه على الكلاود. بالاضافه الى طبعا الكورس بيحتوي على مجموعه من المساعدات التعليميه زي الديمونستريشنز وزي ريال لايف سيناريوز وزي ديموز وزي لابز وزي نولج تشيكس. ده ان شاء الله يعني هنشوفه باذن الله خلال الكورس. المفروض بإذن الله بعد ما نخلص الكورس ده مع بعض المفروض حضرتك تكون قادر أو عارف إيه هي الـ Security Benefits و Responsibilities using الـ AWS Cloud، تكون قدرت تتعرف على مجموعة كبيرة جدا من الـ Features و الـ Services
اللي الاي دبليو اس بيقدمها، تقدر تكون عارف برضو ازاي تسكيور النتورك اكسس، او ازاي تسكيور عمليه الدخول على الاي دبليو اس ريسورسز، تتعرف على ايه هي الطرق المتاحه علشان تسكيور الداتا، سواء هي اترست او ان ترانزيت طبعا باستخدام الانكريبشن او التشفير زي ما حضراتكم عارفين، بالاضافه الى معرفه العديد من السيرفيسز او العديد من الخدمات اللي بيها تقدر تمونيتور على الاكتيفيتيز الخاصه بالكلاود بلس، او الاكتيفيتيز الخاصه باليوزر يعني، والسيرفيس المقدمه على الكلاود، بالاضافه الى ازاي تعمل انسيدنت ريسبونس، ازاي تريسبوند الانسيدنت برضو من خلال الايه، من خلال السيرفيس المقدمه على الكلاود. ايه هو البريكويزيتس الخاصه بالكورس، ايه هي المتطلبات الخاصه بالكورس عشان برضو حضرتك تكون عارف، المفروض حضرتك تكون عارف يعني يكون عندك طبعا سترونج فاونديشن في الاي تي كونسبتس عامه، بالاضافه الى حضرتك طبعا المفروض يكون عندك يعني مجموعه من الكونسبتس كده تخص الكلاود نفسها بقى، تمام، بالاخص طبعا لو احنا بنتكلم على اي دبليو اس، فيكون طبعا عندنا اي دبليو اس كلاود فاونديشن كورس، وبفضل الله الكورس ده يعتبر دمج لكورسين مع بعض، اللي هو الاي دبليو اس كلاود فاونديشن بالاضافه الى الاي دبليو اس كلاود سكيورتي فاونديشن، تمام، دمجت انا الكورسين مع بعض في الكورس ان شاء الله هنشتغله ده مع بعض، بحيث ان حضرتك اولا تاخد فكره عن الكلاود، تاخد فكره عن الكلاود فاونديشن، تتاسس حضرتك في الكلاود، بعد كده نروح للسكيورتي. طبعا المفروض حضرتك تكون عارف يعني ايه ديستريبيوتد سيستمز او الانظمه الموزعه، تكون عارف يعني ايه مالتي تير اركيتكتشر، تمام، يكون عندك جنرال نوليدج عن النتورك، ويكون كمان عندك جنرال نوليدج عن الكلاود كومبيوتنج كونسبتس عامه، وده اللي ان شاء الله هنحاول باذن الله نغطيه في اول الكورس. طيب يا ترى ايه هي الاوتلاينز، او هندرس ايه خلال الكورس ان شاء الله؟ الكورس باذن الله المتكون من 10 محاضرات، تمام، اول محاضره في الحقيقه بنتكلم على الكونسبتس والبرايسنج عند اي دبليو اس، وهقول لكم ليه بتتكلم على البرايسنج بالذات، طبعا يعني مهم جدا حضرتك تعرف البرايسنج وتعرفه الاول خالص، خلاص. بعد كده في المحاضره الثانيه بنتناول الاي دبليو اس ايدنتيتي، وازاي حضرتك تاكسس، وايه هي طرق الاكسس او طرق الدخول على الاي دبليو اس، بالاضافه الى طبعا هنتكلم لازم طبعا عن النتوركينج والكونتنت ديليفري على الاي دبليو اس. بعد كده بنتناول بقى الفاونديشنال سيرفيسز او الخدمات الاساسيه المقدمه على اي كلاود والمتمثله في الكمبيوت، تمام، والستورج والداتابيزز، واحنا كنا قبل كده اتكلمنا كمان عن النتوركينج. في المحاضره الخامسه هنتكلم على حاجه اسمها اوتوماتيك سكيلينج، ازاي بقى حضرتك يحصل سكيل ان وسكيل اوت، الكلام ده يحصل اوتوماتيك على الكلاود، يعني ايه اصلا اوتوماتيك سكيلينج، بالاضافه الى ان احنا طالما من تارجت سكيورتي فلازم طبعا نتكلم على اللوجينج ونتكلم على المونيتورنج. في المحاضرة السادسة هنتكلم بقى على الـ AWS Cloud Security، وهنغطي فيه طبعا توبكس كتيرة، طبعا بعد ما أقول لكم بس يعني in general كده مسميات العشر محاضرات إن شاء الله، هنتناول دلوقتي مع بعض محاضرة ونبص سريعا على إيه التوبكس اللي ممكن المحاضرة دي تغطيها. في المحاضرة السادسة اتفقنا إن احنا نتكلم على الـ AWS Cloud Security، تمام؟ في المحاضرة السابعة هنشوف ازاي نسيكيور الاكسس للكلاود ريسورسز، تمام؟ في المحاضرة الثامنة هنشوف ازاي نأمن الانفراستراكشر الخاصة بينا طبعا على الكلاود، تمام؟ وكمان يا جماعة يعني مفيش ما يمنع ان احنا واحنا بنتكلم، ان حضرتك بتتكلم مثلا لو بنتكلم على هايبريد موديل، يعني ماكس، يعني خليط، يعني عندك سيرفيسز ديبلويد على الكلاود او موجودة على الكلاود، وبعض السيرفيسز موجوده على الاون بريم، وده بيحصل، طبعا بيحصل، نشوف ازاي بيحصل، ونشوف ازاي نامن الكوميونيكيشن او الاتصال اللي هيحصل من على الكلاود للداتا سنتر او العكس. في المحاضره التاسعه هنشوف ازاي حضرتك تحمي الداتا بتاعتك على مستوى الابلكيشن
الخاص بحضرتك. وبنختم الكورس ان شاء الله بالمحاضره العاشره اللي هي بتتكلم على responding to and managing an incident. زي حضرتك ترسبوند الانسيدنت، زي حضرتك تمانج الانسيدنت، الكلام ده على الكلاود. تمام، زي طبعا ما حضراتكم شفتوا في او سمعتوا عن مثلا السوك الموجود عادي، بحيث ان هو يمونيتور كل الاسس الموجوده على الداتا سنتر بتاعك او على النتورك او على السيستم بتاعك. هنشوف الكلام ده ازاي بيتم على مستوى الكلاود. تعالوا بقى نشوف تفصيليا كل محاضره من دي بنتناول ايه فيها بالظبط. في المحاضره الاولى زي ما سبق ونوهت لحضراتكم بنتكلم فيها على الكلاود كونسبتس والبرايسنج. بنتناول ايه في المحاضره دي؟ زي ما قلت لحضراتكم ان احنا هنعمل انترودكشن على الكلاود كومبيوتنج، هنعرفك ايه هي الكلاود، هنعرفك ايه هي مزايا الكلاود، الفرق ما بينهم ان حضرتك تديبلوي الريسورسز بتاعتك على الاون بريم او على الداتا سنتر الخاص بحضرتك. هنعرفك كمان يا ترى ايه هي الاي دبليو اس، ايه هي امازون ويب سيرفيسز، دي عباره عن ايه واتعملت امتى وبتستهدف ايه بالظبط. بعد كده بننتقل زي ما قلت لحضرتك للجزء بقى بتاع البرايسنج، ايه هو الاساسيات البرايسنج عند الاي دبليو اس، يعني ايه تي سي او او توتال كوست اوف اونرشيب. هنتكلم كمان على سيرفيس مهم عند اي دبليو اس اسمها اي دبليو اس اورجانيزيشنز، وهنشوف هي بتغطي ايه بالظبط. وكمان هنتكلم على البيلنج والكوست مانجمنت، ازاي بقى حضرتك تطلع فواتير بقى الخاصة بيك، وزي حضرتك تتابع الاستهلاك بتاعك على الكلاود، وزي حضرتك تكنترول الاستهلاك بتاعك على الكلاود. تمام، وبنختم المحاضرة الأولى إن شاء الله بالكلام على التكنيكال سبورت. والله لو أنا عاوز أو بخطط إن أنا يكون عندي تكنيكال سبورت على الكلاود، يا ترى ايه هي الخطط اللي بتقدمها امازون للتكنيكال سبورت دي، وايه الفرق ما بين كل خطة والتانية، بحيث انا ككاستمر، بحيث انا كحد بيستفاد من السيرفيسز المقدمة على امازون، اقدر اختار التكنيكال سبورت بلان. تمام، او الخطة اللي من خلالها تقدر تدعمني ان انا احل كل المشاكل اللي عندي. ده بالنسبة للتوبكس. ايه بقى موضوع الاكتيفيتيز والديموز والنوليدج تشيك، وكمان هيظهر معانا حاجه اسمها اللابس. في الحقيقه يا جماعه هنلاقي مع كل محاضره، تمام، ممكن تلاقي الاكتيفيتيز او ممكن تلاقي الاتريبيوتس دي كلها. اولا الاكتيفيتيز دي بنعملها خلال المحاضره، تمام، بحيث ان احنا نشوف حضرتك يعني فاهم التوبيك ولا لا اللي احنا بنتكلم فيه. خلاص، طيب ده خلال المحاضره. ايه بقى موضوع الديموز دي؟ ازاي احنا هنشوف ديمو؟ في الحقيقه زي ما نوهت قبل كده، ان شاء الله كل المشاركين في هذه الدوره التدريبيه وفي هذا الكورس سيتم فتح له فصل على الاي دبليو اس اكاديمي. تمام، يا ترى هنستفاد منه ايه؟ هنستفاد منه في الحقيقه حاجات كتيره جدا. اولا كل الديمز اللي الاي دبليو اس بتقدمها للكورس حضرتك هتشوفها من خلال الكلاس بتاعك المفتوح على الاي دبليو اس. تمام، طيب الحاجه الاكبر والاستفاده الاعظم اللي هي اللابس، المعامل بقى اللي حضرتك هتعملها. طب يا ترى هعملها ازاي؟ طبعا لو مفيش كورس مفتوح لحضرتك على الاي دبليو اس اكاديمي، تمام، علشان تعمل اللاب لازم حضرتك تريجستر او تسجل عند الاي دبليو اس. ده طبعا بيتطلب ان حضرتك تربط الاكونت بتاعك بفيزا او بماستر كارد، بحيث ان كل السيرفيس اللي حضرتك هتعملها تبدا بقى يعني يتخصم منك فلوس وحاجه زي كده. وانا طبعا مش بفضل كده في الاول، طبعا اللي بعد كده ان شاء الله بعد ما اخد الكورس وتمكن الموضوع زي يعمل الكلام ده، هو اصلا الشغل على الاي دبليو اس كده يا جماعه، لان الاي دبليو اس ما عندهاش حاجه اكسبيرمنتال، ما عندهاش حاجه سيميليشنز زيها زي بقيه الفيندرز. لا، حضرتك الانفايرمنت او البيئه اللي انت بتشتغل عليها هي البيئه اللي بيشتغل عليها اي حد بيستخدم الخدمات المقدمه من امازون. تمام، طيب ومعنى كده ان المعامل دي لو حضرتك هتعملها من خلال الكلاس اللي هيتفتح، تمام، يبقى حضرتك الحمد لله مؤمن ان مش هتقلق من اي حاجه تخص ان
بتتخصم منك فلوس او اي حاجه من الاكونت بتاعك، لان في الحقيقه بيتكون لك فيرتشوال اكونت تقدر من خلاله تنفذ وتستعرض وتشوف كل حاجه حضرتك عاوز تشوفها فيما يخص اللاب ده على الكلاود الخاصه بالاي دبليو اس او على الاي دبليو اس كونسول. تمام؟ طبعا لما يكون عندك وسائل تعليميه بالمنظر ده، بالاضافه الى الوسائل التعليميه اللي احنا هنقدمها لك بقى على الليرنج مانجمنت سيستم، على المانجمنت سيستم بتاعنا احنا على الجامعه، تمام، بحيث ان انت تلاقي حضرتك تسجيل للمحاضره، تلاقي حضرتك المحاضره موجوده از باوربوينت، المحاضره موجوده از بي دي اف، وكمان في اكتيفيتيز او في كويزز بتتحط لك على كل محاضره. ده طبعا بيخلي حضرتك متمكن اكتر، بيخلي حضرتك تقريبا ملم بكل حاجه اتقالت في المحاضره، تمام، طبعا بالاستعانه كمان بالوسائل التعليميه الاخرى دي. فبالتالي يعني اعتقد ان حضرتك هتبقى الموضوع فاهمه كويس جدا، اتدربت عليه عملي، وبالتالي هيخليك تفهم التوبيك كويس جدا. النولج تشيك دي في الحقيقه يا جماعه برضو بتكون موجوده على الاكاديمي، ده غير الكويزز اللي بتتحط لك كل محاضره على الليرنينج ماجيك سيستم او على الموديل او على السيستم حاجه بتدخل عليه اونلاين، تمام. فلما حضرتك تحل هنا اسئله وتحل هناك اسئله، فبالتالي ده طبعا بيعظم الاستفاده، وزي ما قلت لحضرتك الكلام ده بيرجع لك انت بالاستفاده، وبيخليك طبعا يعني تهضم الموضوع او تفهم الموضوع كويس جدا. وبالتالي عرفنا ايه هي الاكتيفيتيز بقى والديموز واللابز والنوليدج تشيكس، طبعا اكوردنج للمحاضره، اكوردنج للموديل اللي احنا بنشتغل عليه. ده كانت بالنسبه للمحاضره الاولى. المحاضره الثانيه زي ما قلت لحضرتك هنتناول فيها بقى الكلام على الايدنتيتيز، الاي دبليو اس ايدنتيتي. هنشوف سيرفيس عند امازون يا جماعه اسمها Identity and Access Management، اللي من خلالها حضرتك تقدر بقى تكريت اكونتس وتسكيور الاكونتس، وتقدر تتعامل مع البيئه الخاصه بالاي دبليو اس كلاود. بس قبلها لازم تعرف ايه هو الشيرد ريسبونسابيلتي موديل، تمام؟ ايه هي يا ترى مسؤولياتك انت ككاستمر؟ ايه الاشياء اللي بتقع حضرتك على عاتقك انت ككاستمر؟ وايه الاشياء اللي بتقع على عاتق اي دبليو اس؟ وبالتالي نبقى فاهمين هو ايه مسؤوليه مين، بحيث ان احنا نبقى عارفين السيرفيس اللي انا بستخدمها دي ايه مسؤولياتي انا فيها كحد بيستخدم السيرفيس او الخدمات الموجوده على الكلاود، وايه مسؤوليه اي دبليو اس نفسها او مسؤوليه امازون نفسها. طبعا هنستعرض مع بعض الاساسيات الخاصه بالنتورك، تمام، ونبدا نتعرف على سيرفيس موجوده عند اي دبليو اس اسمها في بي سي او فيرتشوال برايفت كلاود. ازاي حضرتك بقى فيرتشوالي كده افتراضيا يعني تحجز مكان ليك على الكلاود علشان تبدا تحط فيه الريسورسز الخاصه بحضرتك، تمام؟ ازاي اعمل الكلام ده على الاي دبليو اس؟ بعد كده بنتكلم على سيرفيس اسمها روت 53 او دي ان الروت يا جماعه اللي بتقدم لك السيرفيس الخاصه بالدي ان اس او الدومين نيم سيرفيس، تمام؟ ازاي حضرتك تستخدم السيرفيس دي وازاي تعمل لها كونفجريشن وبتقدم لك ايه بالظبط؟ وبنختم المحاضره دي بالكلام على الكلاود فرونت والكلام على الكاشنج، ازاي حضرتك تقلل بقى فكره لو فيه يوزر حضرتك بتقدم سيرفيس معينه ليوزر، وحضرتك عاوز بقى تحسن الخدمه دي لليوزر بحيث ان انت تقرب له الكونتنت او المحتوى المقدم ليه اقرب حاجه ليه، بحيث ان طبعا يبقى مردوده كويس جدا عند المستخدمين اللي بيستخدموا الخدمه اللي حضرتك بتقدمها، تمام. عندي برضو اكتيفيتي على المحاضره دي بحضرتك بتعمل ليبلنج للنتورك دايجرام اللي انا بجيبه لك في المحاضره. عندي برضو ديمو بتشوف حضرتك ازاي بتكونفيجر في بي سي على الاي دبليو اس، وعندنا كمان لاب ازاي حضرتك تبني الفي بي سي بتاعك مش كده وبس، وازاي كمان تبدا تلانش فيه، تبدا تقوم فيه ويب سيرفر، طبعا بالاضافه الى النولج شيك اللي هتلاقوها موجوده على كل محاضره لازم طبعا حاجه كومن كده، حاجه باي ديفولت هتلاقوا عليها طبعا نوليدج تشيك. في المحاضره الثالثه هنبدا نتكلم بقى على الاي دبليو اس فاونديشنال سيرفيس
وهنخص طبعا بالذكر، يعني هنركز زي ما قلت لحضرتك في مقدمة المحاضرة على النتوركينج زي ما قلت قبل كده في المحاضرة الثانية. هنا في المحاضرة الثالثة هنروح بقى نركز على الكمبيوت. تمام، ايه هي يا ترى الكمبيوت سيرفيس الموجودة عند الاي دبليو اس؟ هنتعرف يا جماعة على سيرفيس اسمها اي سي 2، ودي اللي بتقدم لي كده تقدر تقول حضرتك الفيرشوال ماشين او الفي ام مايا او السيرفر اللي انت هتشتغل عليه فيرشوال عند الاي دبليو اس. هنتعرف على كل حاجة تخص الاي سي 2، الكوست اوبتمايزيشن ازاي بيحصل عليه، هنتعرف كمان على الكونتينر سيرفيس، وهنتعرف يعني ايه اصلا كلمة كونتينر، ودي طبعا حاجة مهمة جدا. بعد كده هنتعرف على الاي دبليو اس لامدا، وهنتعرف من خلالها يعني ايه سيرفر ليس سيرفيس موجوده عند اي دبليو اس. تمام، وبنختم المحاضره بكلامنا عن الالاستيك بين ستوك. طبعا عندي اكتيفيتي في المحاضره دي يخص طبعا مقارنه ما بين الاي سي 2 والمانج سيرفيس. هنعرف طبعا يعني ايه مانج سيرفيس، يعني ايه سيرفر ليس سيرفيس، يعني ايه كاستمر مانج سيرفيس. تمام، وعندي كمان ديمو يخص ديمونستريشن للامازون اي سي 2، وهنعمل بالفعل لاب على الاي سي 2، يعني هخلي حضرتك تكريت اي سي 2 هاي وتعمل لها كونفيجريشن، وتقدر تعمل كل حاجه، كل الاتريبيوتس اللي تخص الاي سي 2 هتقدر تعمل لها كونفيجريشن من خلال الايه؟ من خلال اللاب ان شاء الله اللي هنعمله مع بعض. طبعا عاده زي ما حضراتكم عارفين النظام يعني عندنا في الجامعه، ان حضرتك بتبدا تشوف الريكورد وتبدا تفهم المحتوى من خلال شرح الانستراكتور او الدكتور اللي معاك. تمام، بعد كده في الحلقات النقاشيه بقى ممكن ان شاء الله نشوف مع بعض بقى اللابز، ونعلم حضرتك ازاي اللابز دي بتتعمل، بحيث ان انت برضه يبقى فيه جزء ان شاء الله انا اوريه لكم واعمله معاكم، وفيه جزء ان شاء الله هخلي حضرتك تعمله، بحيث ان انت تقدر تمشي ايدك وتقدر تعمل الكلام ده بنفسك، بحيث ان احنا زي ما اتفقنا في الاول خالص نعظم الاستفاده اللي هتعود على حضرتك. في المحاضره الرابعه هنبدا نكمل الفاونديشنال سيرفيس اللي احنا بداناها مع بعض بكلامنا عن الاستورج وعن الداتابيس. تمام، هنعرف يا جماعه انواع الاستورجز الموجوده عند اي دبليو اس، ايه هي الاي بي اس والاس 3 والاي اف اس وكمان الاس 3 جليسر، وايه هي الفرق او ايه هو الفرق ما بين الاستورجز دي. هنتعرف كمان على الداتابيزز. تمام، ايه هو الار دي اس، يعني ايه داينامو دي بي، وايه السيرفيس بتاع داينامو دي بي، يا ترى مين الريد شيفت، يا ترى مين الامازون اورورا. تمام، عندي كمان اكتيفيتيز، تو اكتيفيتيز على المحاضره دي، واحد يخص الاستورج واحد يخص الداتابيز. عندي كمان اتنين ديموز، واحد يخص الاي بي اس كونسول وواحد يخص الار دي اس كونسول. عندي كمان اتنين لابس، واحد على الامازون اي بي اس والتاني هاو تو بيلد الداتابيز سيرفر والانتر اكت مع الداتابيز باستخدام ابلكيشن او باستخدام تطبيق معين، بالاضافه طبعا الى النولج تشيك. في المحاضره الخامسه بقى يا جماعه هنبدا نعرف يعني ايه اوتوماتيك سكيلينج، يعني ايه اوتو سكيلينج. تمام، ايه هو اللوجينج وازاي بيحصل. تمام، وازاي حضرتك تعمل مونيتورنج، وايه هي السيرفيس اللي تقدر تستخدمها على الاي دبليو اس علشان تعمل بيها المونيتورنج ده. تمام، وبالتالي هنقول لحضرتك ايه هو الاي ال بي اور الالاستيك لود بالانسنج. تمام، وانواعه ايه بالظبط عند الاي دبليو اس. هتتعرف كمان على سيرفيس اسمها كلاود ووتش، وازاي تستخدمها علشان حضرتك تعمل عمليه المونيتورنج اللي انت هتعملها. وهنتعرف كمان على الاي سي 2 اوتو سكيلينج. تمام، بعد ما نعرف الـ يعني ايه اصلا اوتوماتيك سكيلينج او اوتو سكيلينج، هنشوف ازاي ده بيتم اصلا على الاي سي 2. بعد كده هتشوف حضرتك اهميه اللوجينج والمونيتورنج، انت بقى كحد بالتارجت في الاخر او بتستهدف في الاخر السكيورتي، ازاي حضرتك تكابتشر وتكولكت كل الاكتيفيتيز بتاعه اليوزر والنودز او الاوبجكتس الموجوده عندك. تمام، ايه هي يا ترى الاي دبليو اس سيرفيس وسبيلت ان لوجز الموجوده عندك على الاي دبليو اس، وهنتعرف في الاخر على المونيتور والريبورت. عندي في الحقيقه تو اكتيفيتيز او نشاطين موجودين في المحاضره دي،
واحد يخص الاي ال بي او الالاستيك لود بالانسنج، والتاني بنعلمك ازاي حضرتك تريد اللوج فايل من خلال طبعا السيرفيس المقدمه من الاي دبليو اس. عندي برضو اتنين ديموز، واحد على الاي بي اس كونسول والديمو الثاني خاص بالسكيورتي هاب، طبعا هنعرف من خلاله ايه اصلا السكيورتي هاب ده. وعندي في الحقيقه تو لابس، اول لاب بنشوف فيه هاو تو سكيل اند لود بالانس الاركتكشر بتاعك، واللاب الثاني يخص المونيتورنج والالرتنج باستخدام طبعا الكلاود تريل والكلاود ووتش، بالاضافه طبعا الى النولج تشيك الموجود على المحاضره. في المحاضرة السادسة هنبدأ بقى نتعرف على الكلاود سيكيورتي، ازاي حضرتك بقى تسيكيور، او الاول هنتكلم على السيكيورتي عامة في الاي دبليو اس كلاود، تمام؟ هنتكلم على الديزاين برنسبلز الخاصة بالسيكيورتي، وهنراجع مع حضرتك الشيرد ريسبونسابيلتي موديل اللي انا كلمتك عليه لو تفتكر، تمام؟ في الاول خالص. اوكي، بحيث حضرتك تعرف ايه مسؤولياتك انت ككاستمر، كحد بيوز الكلاود سيرفيسز، تمام، وايه مسؤوليات الكلاود سيرفيس بروفايدر ده، تمام، كل واحد بيعمل ايه اكوردنج طبعا للموديل اللي حضرتك بتستخدمه. هنتعلم كمان ازاي تسكيور حضرتك النيو اي دبليو اس اكونت، ازاي تسكيور الاكونتس بتاعتك عامه، ازاي تسكيور الداتا الموجوده على الاي دبليو اس، وهنتكلم على انشور الكومبلاينس على الايه الكلاود. عندي اكتيفيتيز تخص الشيرد ريسبونسابيلتي موديل، عندي ديمو يخص الاي ام سيرفيس طبعا، وعندي لاب على الاي دبليو اس اي ام هنتعرف من خلاله زي حضرتك بقى تكريت اكونتس اور تكريت اي ام يوزر، وتدي له طبعا الصلاحيات بتاعته من خلال البوليسيز اللي حضرتك هتحطها له. في المحاضرة السابعة بنتكلم على securing access to cloud resources، تمام؟ بنراجع مع بعض الـ IAM fundamentals، بنشوف ازاي حضرتك تـ authenticate اليوزر من خلال الـ IAM، بنشوف حضرتك ازاي تـ authorize الـ users بحيث ان انت تدي الـ privileges or الصلاحيات الممكنة للـ اليوزر، تمام؟ وهنتعرف على المبدأ طبعا اللي هو اسمه least privileges، ازاي تدي اقل الصلاحيات الممكنة لليوزر ان هو يقوم بالوظائف المطلوبة منه. هنشوف كمان بعض الامثلة على الاثورايزنج ده بيتم ازاي، تمام. هنشوف كمان additional authentication و access management service مقدمة من AWS، وهنشوف how to use الـ AWS organizations اللي انا كنت اديت فكرة عنها قبل كده في اوائل المحاضرات. عندي ديمو يخص الـ S3 cross account resource based policy، وهنشوف طبعا يعني ايه اصلا cross account resource based policy، وعندي لاب تمام من خلاله حضرتك هنيوز الـ resource based policy علشان secure الـ S3 packet. طبعا فيه مسميات انا عارف ممكن تكون غريبة او مش معروفة لدى بعضكم، لكن ان شاء الله ده كله هنعرفه وهنوضحه بتفاصيل كتيرة جدا من خلال طبعا المحاضرات. المحاضرة الثامنة securing your infrastructure، هنقول لحضرتك ازاي بقى secure infrastructure بتاعك، تمام. هنتكلم actually as an example على يعني structure مثلا 3 tier web application على سبيل المثال، تمام، ازاي حضرتك تستخدم ال virtual private cloud او ال VPC بتاعك، تمام. ازاي حضرتك setting up ال public وال private subnets، تمام، ازاي تستخدم ال AWS security groups، ويا ترى ايه الفرق ما بينها وما بين النتورك اي سي الز، تمام. وكمان هنراجع مع بعض الاي دبليو اس لود بالانسرز، ونشوف ازاي حضرتك تستخدم السكيورتي فيتشرز الموجوده عليه، تمام، وهاو تو بوت كل اللي احنا اتكلمنا عليه دول توجذر بحيث ان انت تسكيور الانفراستراكشر الخاصه بحضرتك، تمام، وكمان تقدر ساعتها بروتكت الكمبيوتنج ريسورسز اللي حضرتك المفروض يعني بتستخدمها من خلال الكلاود. عندي لاب يخص securing VPC resources باستخدام السكيورتي جروبز، وده ان شاء الله برضه هنعمله مع بعض بالاضافه الى knowledge check. في المحاضره التاسعه هنشوف ازاي نبروتكت الداتا، تمام، ده طبعا بالنسبه للابلكيشن بقى بتاع الكاستمر، how to protect data in your application، يعني هنشوف البروتكشن ده ازاي يحصل at rest، تمام. هنشوف كمان ايه هي البروتكشن فيتشرز المقدمه من خلال السيرفيس اللي اسمها
اس 3 طبعا بعد ما نكون اتعرفنا على يعني ايه اصلا اس 3 وايه هي وبتعمل لي ايه بالظبط. هنشوف ازاي البروتكشن يحصل ثرو الانكريبشن، هنشوف ازاي حضرتك تبروتكت الداتا ان ترانزيت، الداتا بقى هي بتتنقل من سورس الديستنيشن او من المصدر للمستقبل او الجهه الثانيه، زي حضرتك تسكيور الداتا بتاعتك. كمان ايه هي البيست براكتس علشان تبروتكت الداتا ان امازون اس 3، ايه هي يعني افضل حاجه ممكن حضرتك تعملها. طبعا ده من وجهه نظر امازون ومن الاكسبيرينس او من الخبره اللي عند امازون عشان حضرتك تحمي الداتا بتاعتك الموجوده على الستورج، بالاضافه الى داتا بروتكشن سيرفيسز. عندي طبعا لاب انكريبتنج داتا اتريست باستخدام الاي دبليو اس كي ام اس، وهنتعرف طبعا على ايه هي اصلا الاي دبليو اس كي ام اس دي، طبعا بالاضافه الى النولج تشيك الموجود على كل المحاضرات. المحاضره ان شاء الله اللي بنختم بيها الكورس اسمها ريسبوندينج تو اند مانجينج ان انسيدنت، نشوف حضرتك ازاي تايدنتيفاي اصلا الانسيدنت عندك على الكلاود، تمام؟ ايه هي السيرفيسز اللي بتدعم عمليه الاكتشاف وعمليه الريكوجنيشن الخاص بالانسيدنت، تمام؟ ايه هي السيرفيس اللي بتسبورت ريزولوشن وريكفري لو لا قدر الله حصل حاجه عندك على احد السيرفيس المقدمه على الكلاود، وايه هي البيست براكتس المقدمه من وجهه نظر طبعا امازون علشان حضرتك تهندل الانسيدنت اللي المفروض يعني يعني عندك تيم بيعمل الكلام ده. نشوف بقى طبعا ايه هي النصائح المقدمه من امازون علشان حضرتك تهندل اي انسيدنت بيحصل عليك في الكلاود. طبعا عندي لاب، ومهم جدا يا جماعه ان احنا نشوف لاب يخص الكلام ده، زي حضرتك ترميديت ان انسيدنت باستخدام سيرفيس اسمها اي دبليو اس كونفيج ولندن، بالاضافه طبعا الى النولج تشيك الموجود طبعا على كل المحاضرات. دي كانت بالنسبه ان شاء الله للمحاضرات بتاعتنا، ان احنا باذن الله هنتناولها خلال الكورس، تمام؟ ادي طبعا يا جماعه المراجع، لو حضرتك بقى حابب ترجع تستفيد وتاخد اكتر معلومات عن الاي دبليو اس كلاود سيكيورتي فاونديشن، طبعا لازم نحط في الاول الدوكس او الدوكيومنتيشنز الخاصه ب اي دبليو اس او الخاصه بامازون، بالاضافه الى اربع كتب، تمام؟ كتابين في الحقيقه بيعرفوني على الكلاود فاونديشن والكلاود فاندمنتلز، تمام؟ وكتابين يخصوا السكيورتي. دي كانت يعني اوفر فيو سريع عن الكورس، وان شاء الله نلقاكم على خير باذن الله في المحاضرة التعريفية. لو في حد عنده أي أسئلة خاصة بأي حاجة إن شاء الله نجيب عنها بإذن الله في المحاضرة اللي إن شاء الله هنكون مع بعض بيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.